رحلة التنافس على الانتخابات الرئاسية انطلقت في مرحلتها الأولى. الحزبان الديمقراطي والجمهورية يستعدان لاختيار مرشحيهما على المستوى الديمقراطي. تتصدر هيلاري كلينتون قائمة المرشحين، أما الجمهوريون فلائحة مرشحيهم طويلة، لكن دونالد ترامب الملياردير الأمريكي يتقدم على المرشحين التقليديين ويتحول إلى ظاهرة. مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الباكر ما زال غامضا، فمجموعة المرشحين الجمهوريين ضخمة والمسار الانتخابي طويل، وكفاءات المرشحين تتراوح بين حكام ولايات حاليين وسابقين وأعضاء مجلس شيوخ وجراح أعصاب ورئيسة شركة سابقة. التحدي الآن لكي يصبح أحدهم مرشح الجمهوريين هو إعطاء الصورة على أنه يمثل الشرائح المختلفة للحزب، لكن السباق إلى ترشيح الحزب الجمهوري يشهد ظاهرة اسمها دونالد ترامب، فالملياردير الأمريكي يتقدم على المرشحين التقليديين مع أنه يرتكب كل الأخطاء الممكنة، فيهاجم النساء وينتقد كل منافسيه ويتحدث بالسوء عن المهاجرين المكسيكيين. أنا أحترم المكسيك كبلد، ولكن مهاجريهم أخذوا أموالنا ووظائفنا ويقتلوننا على الحدود. أرقام الاستطلاعات على مستوى الولايات تضع دونالد ترامب في المقدمة، وبعضها يشير إلى تقدمه في أيوا ب 22%، وفي ميشيغان ب 20%، وفي ميزوري ب 23%. على الجهة الأخرى تبقى هيلاري كلينتون في الطليعة وتصل في أيوا إلى 50%، لكن قضية استعمالها لمحرك كمبيوتر خاص واكتشاف رسائل إلكترونية سرية للغاية وتحمل أسرار الدولة الأمريكية يسبب لها إزعاجا دائما، حتى أن نائب الرئيس جو بايدن بدأ يبحث جديا الترشح لخلافة الرئيس باراك أوباما ومنافسة هيلاري كلينتون. جو بايدن يأتي من خارج السباق، ولو دخله لخلق تحد وجعل الوضع زئبقيا. هناك أعين كثيرة على البيت الأبيض، لكن الناخبين الأمريكيين سيطلبون قريبا سياسات وليس فقط مهرجانات. كيرغانم، العربية، واشنطن.